سيداتي سادتي عشاق العقار، مرحبا بكم من جديد في قناة أف إل، ومعكم طريق اللي كيجيب لكم العروض العقارية اللي كتكون متميزة ومختلفة. كما هو الشأن اليوم جبت لكم واحد البرادما بجوج الواجهات، وكتواجد في عمارة اللي فيها لاسانسور وفيها كذلك واحد الباركينغ خصوصاً. تنبقوا معايا حتى الاخر باش غادي نكتشفوها من قبل كل شيء. لابد من الشكر الجزيل لجميع الناس اللي كيشاهدونا اينما كنتم، جميع المدن المغربية. اليوم كنقول لكم راني في مدينة بمكناس، وبالضبط في حي رياض الزيتون، واحد من اكبر واشهر الاحياء حاليا، لان فيه جميع المرافق اللي كيحتاج الانسان. نقدروا نهضروا على المواصلات، نقدروا نهضروا على الابناك، المساجد، المدارس الخصوصيه والعموميه، وزيد وزيد. دان كنقول لكم حتى نتوما كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه، فمرحبا بكم في قناه اف ايل. ممكن الاتصال بطريق الارقام ديالي كتبان لكم اسفل الفيديو. الشقه اللي كتشوفوا معايا اليوم راه فيها جوج الواجهات، ثلاثه ديال الغرف، صالون وسيجون. مي اجي نبداو من الاول بعدا نشوفوا ان هذا هو الباب ديال لونطري. مور هذا الباب هذا كاين لاسانسور، كاين كما قلت لكم ليطاج ديال هذه العماره هذه فيه سكان اخرين معاك. وعندنا هاد البرطمة هادي راه كتواجد في الطابق الأول، بهاد الفصالة هادي كما كتشوفوا معايا في الدخيلة كاين أن كوان سيجور، وعندي هنا صالون. إي باش نعطيكم ما بين قوسين من الأول، هاد الشقة عمرها ما تسكنات، الناس ديالها ناس اللي كيقطنوا خارج أراضي الوطن، قروا باش أنهم يبيعوها، إذا وبالمبل ديالها اللي مازال جديد مازال في الميكا. كنأكد لكم أنني شدت هاد المبل مازال في الميكا. مازال غادي تشوفوا معايا بزاف ديال الامور، لان هذا العقار ديال اليوم تنهضروا على عقار اللي كيتباع بالفراش ديالو بالاتات ديالو كامل، كما كتشوفوا معايا الطبله، نقدر نقول لكم حتى الطلام، وكاين حتى الريدويات ديال هذا العقار مازال ما تستعملوش. اذا كما كتشوفوا معايا كاين فيها صالون. المساحه ديال هذا العقار ديال اليوم راه فيه مساحه على ما اظن في الاوراق ديالو فيه 91 او 94 متر مربع. إذن فاش كنهضرو على المساحة اللي في التتر، المساحة الإجمالية راه كتكون كبر من هاد الرقم اللي ذكرت دابا هاد. وكما قلت راه هناك أملاك مشتركة اللي هي لاسانسور، اللي هي الباركينغ السوسول اللي كاينين في هاد الشقة هادي ديال اليوم. هاد الشقة ديال اليوم راها معروضة للبيع سواء بالأتات ديالها، كما كتشوفو معايا كاين تلاجة اللي مازال جديدة، راه كان فيها الميكا يلاه تحيدات منها الميكا ديالها، كنأكد ليكم هادشي. كذلك لاماشين لافاي هي مازال بالميكا ديالها، كاين واحد الميكرو اوند، لابلاك مازال محطوطه. ونزيدو عليها هي ان هنا كاين عندنا واحد لابيوندري ولا بالكون، وفيه البلاصه ديال الشوفو ديالو، تا هو راه مشري جديد ما تستعملش. لكن قلت لكم شرات هاد الشقه هادي، الناس كيقطنوا خارج اراضي الوطن، قروا باش انهم يبيعوا هاد العقار ديال اليوم. كما كتشوف معايا مطبخ اللي ممكن الانسان يزيد دي موديفيكاسيون في هذا المطبخ، مثلا يزيد هنا دي بلاكا بالام دي اف، ويزيد دي بلاكا حتى هما الفوق، راه يزيد دي بلاكا في الطريقه اللي بغا، يجيب الثلاجه من هنا يحطها عاوتاني في ذاك لو كوان ويقاد المطبخ ديالو. غادي نكملوا الجوله ديالنا. عندنا هنايا الدوش وطواليت، ها هما كاين عندنا هنايا واحد لو فاسك طواليت والدوش اللي ممكن الانسان يجيب ذاك ديك لا كابين دو دوش ويحطها في داك لو كون. غادي نكملوا الزياره ديالنا. دابا عندنا هنايا كاينه واحد الطواليت بلديه هي هادي، وكيتفرقوا لينا هنا ثلاثه ديال لي شومبر، عندنا لا شومبر الاولى، لا شومبر الثانيه، ولا شومبر الثالثه. بالنسبه لا شومبر الاولى هي لا شومبر ديال الوالدين، هي الغرفه ديال الوالدين، فيها الحمام ديالها، وهذا فيه الدوش حتى هو، ها هو سيباراسيون ديالو، فيه طواليت ولافابو ديالو. ما قلت لكم حتى هاد الشقه راه مازال في لاطا انيسيال ديالها، انتم كما كتشوفوا حتى الصباغه، ميم الحروفه ديال 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 لي شومب ولا ديال البني ديالها كلهم مازالين في بلاصتهم. حتى من ناحيه ديال الاتات مازال جديد. انتم انا كنركز على لي كوان اللي كيكونوا باينين فيهم قيوسين كيتقاسوا فاش كيكون الانسان دايز، مازال شقه اللي هي جديده. الوغ بالنسبه لهذا العقار الثمن ديالو بالمبل ديالو ولا بالاتات ديالو هو 470 الف درهم. ممكن يكون هناك واحد شويه النقاش كما اكدوا لي اصحاب العقار، غادي تكون واحد المارج صغيره وصغيره، لان التكاليف باش شراو العقار ونزيدوا عليها التكاليف باش صاوبوا وجهزوه، راه مخليين كما اكدوا لي مخليين فيها حتى الفلوس. وممكن يكون هناك نقاش من اجل البيع ديال العقار فارغ، راه حتى اللي بغى ياخذ العقار الفريق راه هناك امكانيه. هنا لا شومبر الثانيه،
فيها جوج ديال ليلي مصاوبين بطريقه اللي زوينه من الدماغ، وتا الغرف ديالها كبار. نتوما ليلي كتشوفوهم هنا، ناموسي الاولاد والوليدات، الناموسيه الثانيه، شومبر لي كبيره اللي هزه جوج ديال الناموسيات. نعاودها، بالنسبه للثمن هو 470 الف درهم. ممكن يكون هناك نقاش، ونقاش بسيط جدا كما اكد لي صاحب العقار. هنا كنتواجدوا بكم في حي رياض الزيتون بمدينه مكناس. نعاودها، هذا الحي هذا ديال رياض الزيتون راه واحد من اكبر الاحياء ومن اجمل الاحياء، علاش؟ لان اللي بغيتي تلقى حدا كاين الجامع حدا هذا العقار، كاين الحمام حدا هذا العقار، كاين السويقه بعيده على العقار تقريبا بربعه ديال الدقائق، الطاكسيات، الطوبيس والمدارس، سواء الابتدائيه سواء الكوليج، ونزيدكم كذلك حتى المدارس الخصوصيه. هنا عندي الغرفه الثالثه، الراس ديال الناموسيه كبير، وحتى الناموسيه اللي تحطات ناموسيه ديال دو بلاص، وفيها بلاصه فين ممكن الانسان يزيد حتى البلاكار ديالو. اذا اعزائي المشاهدين، انتم الا كان عندكم شي عقار، فانا راه الاشاره ديالكم من اجل العمل على البيع ديالو، واللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب فما عليه الا الاتصال او التواصل معي، فانا راه الاشاره ديالكم من اجل زياره هذا العقار. اذا كان معكم طارق من اف ال، كنقول لكم اعزائي المشاهدين شكرا جزيلا، والى اللقاء في عرض مقبل ان شاء الله.